غادر البلاد اليوم فخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة مختتما زيارته إلى البحرين بعد أن التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وكان في مقدمة مودعي فخامته لدى مغادرته سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس بعثة الشرف وعدد من المودعين.